روسيا ضربت أوكرانيا بقدرات صاروخية هائلة للغاية للمرة الأولى على الإطلاق، لكن بعض الاتهامات أشارت بأن هذه الصواريخ محتمل أن تكون صواريخا باليستية إيرانية. الأمر تطور منذ الصباح الباكر من بيان رسمي صادر من قبل القوات الجوية الأوكرانية التي أكدت بأن روسيا ضربت أوكرانيا بصاروخ عابر للقارات من نوع RS-26 الذي يصل مدى إلى 5800 كيلومتر، وهذا الصاروخ قادر على التحليق خارج الغلاف الجوي، ورأسه الحربي يحتوي على العديد من الرؤوس الحربية الصغيرة العنقودية. بهذه الطريقة تنتشر من أجل الانقضاض على هدفها، تكون قادمة من خارج الغلاف الجوي، تدخل الغلاف الجوي وبعدها تحقق الاستهدافات بهذه الطريقة. وكانت هنالك لقطات من ثلاث زوايا لطبيعة هذه الضربات التي جاءت صباح هذا اليوم على العمق الأوكراني. لاحظ كيف أن هذه الصواريخ تأتي باتجاه أهدافها من خارج الغلاف الجوي. هذه بعض اللقطات الأخرى التي توضح لك بأنها كانت عبارة عن مجاميع من الصواريخ التي تضرب عددا من الأهداف تحديدا في دنيبرو كما تحدثت القوات الجوية الأوكرانية. وهذه بعض اللقطات من طبيعة الدمار الذي طال النقاط التي استهدفتها هذه الصواريخ. طبعا القوات الجوية الأوكرانية كانت قد تحدثت بأن هذه الصواريخ ومنصة أو الصاروخ العابر للقارات انطلق من أستراخان هنا بالقرب من بحر قزوين الذي نراه، وكان قد استهدف دنيبرو، هنا دنيبرو في الداخل الأوكراني. وهذا طبعا أثار جدلا كبيرا، لأننا نتحدث عن صاروخ عابر للقارات يصل مدى إلى 5800 كيلومتر. هذه مسافة بسيطة للغاية بالنسبة لروسيا أن تستخدم مثل هذا الصاروخ باتجاه دنيبرو، نتحدث عن تقريبا 1000 كيلومتر فقط. هذه هي الحقيقة، 1000 كيلومتر هي المسافة، وهذه مسافة طبعا طبع ووضعت العديد من الشكوك حول طبيعة ما إذا كان هو فعلا صاروخا عابرا للقارات أو تخدم، خاصة وأن ما تمتلكه روسيا بحسب ديفنس إكسبرس هي 521 صاروخا من الصواريخ العابرة للقارات فقط، وبالتالي روسيا قد تكون بحاجة لها إذا ما تصاعد الصراع بشكل كبير مع حلف الناتو. كذلك أن الصواريخ العابرة للقارات منتشرة في هذه المناطق في روسيا، ولاحظ هنا بأن هذا هو بحر قزوين، وهذا يعني أن أستراخان التي أشرنا لها قبل قليل والتي تحدث عنها الجانب الأوكراني لا تتواجد فيها أي صواريخ عابرة للقارات، هي ليست منتشرة في هذه المنطقة. وإذا انتشرت في هذه المنطقة لتمكنت الولايات المتحدة أساسا والدول الغربية من رؤية هذه التحركات العسكرية بالأقمار الصناعية. ليس هذا فحسب، بل إن روسيا عليها أساسا إبلاغ الصين والولايات المتحدة الأمريكية بشكل رسمي قبل إطلاق أي صاروخ عابر للقارات بحسب اتفاقيات موجودة بين هذه الدول، مثلها مثل الولايات المتحدة أو الصين، هي أيضا تبلغ روسيا إذا قامت بنفس هذه الحركة، ولم يكن هنالك أي بلاغ في هذه المسألة، لا بل حتى جاءت ABC نيوز الأمريكية عن طريق مسؤولين أمريكيين مطلعين عما جرى، وأكدوا بأن هذا الصاروخ لم يكن صاروخا عابرا للقارات، بل هو كان صاروخا باليستيا. وعندما نتحدث عن صواريخ الباليستية وأستراخان تحديدا، هذا يعيدنا إلى ما نشر في سبتمبر تحديدا من قبل CNN الأمريكية، سكاي نيوز البريطانية، المخابرات الأمريكية، المخابرات البريطانية، وحتى المخابرات الأوكرانية التي أكدت بأن هنالك سفينة روسية جاءت من شمال العاصمة الإيرانية طهران عبر بحر قزوين وقامت بإيصال 220 صاروخا من الصواريخ الباليستية إلى أستراخان تحديدا. وكانت هنالك صور بالأقمار الصناعية لهذه السفينة المحملة بالصواريخ الإيرانية، هذه صورة أوضح لهذه السفينة تحديدا التي نراها هنا. وهذا هو الذي جعل عددا من الخبراء في ظل عدم وجود أي تأكيدات رسمية من قبل الجانب الروسي حول طبيعة هذه الصواريخ التي استخدمت، جعلت العديد من الخبراء أن يتحدثون بأننا أمام احتمال لاستخدام صواريخ باليستية متوسطة المدى إيرانية تحمل حمولات عنقودية وليس صاروخا باليستيا عابرا للقارات. هنالك العديد من الخبراء الذين اتفقوا مع هذه الفرضية، حتى مسؤولين سابقين روس كانوا قد تحدثوا، مثل هذا الدبلوماسي فلاديمير فورولوف، هو كان قد تحدث عن نفس المسألة بأن ليس من الممكن ومن غير الممكن أن يكون صاروخا عابرا للقارات. وحتى هذه اللحظة طبعا روسيا لم تضع أي تعليق حول هذه المسألة. وإذا ما نظرنا إلى إحدى اللقطات على سبيل المثال المصورة لطبيعة هذه الصواريخ، سترى بأننا أمام مجموعات
جروبات جروب اوف ميسلز هي التي سقطت طبعا واحدة تلو الأخرى على الداخل الأوكراني. تلاحظ هنا نحن نتحدث عن 6 صواريخ في كل مجموعة، ودعونا نتأكد بشكل أكبر هنا من طبيعة الصواريخ والمجاميع التي سقطت. ستلاحظ هنا بأننا أمام أول مجموعة، ثاني مجموعة، ثالث مجموعة، ورابع مجموعة، وبعدها الخامسة، ومن ثم تأتي السادسة كما نلاحظ. ومن المثير بهذه المسألة بأن سقوط هذه الصواريخ جاء بشكل متفرق كما نلاحظ، هي تسقط في نقاط متفرقة كذلك، أن هذا يعني بأننا أمام أيضا رؤوس حربية ضعيفة للغاية كما نلاحظ. الانفجارات ضعيفة، عادة صواريخ الار اس 26 تحدث دمارا أكبر من هذا الضرر الذي نتحدث عنه، ولا بد من الانتباه هنا بأن إن كانت هذه ار اس 26 التي تسقط بهذه الطريقة فهذا يعني بأنه ليس صاروخا واحدا هو الذي سقط على هذه المنطقة، لا أبدا، بل إننا أمام 6 صواريخ، بينما الأوكرانيين يتحدثون عن صاروخ واحد. وبالتالي هذا يضعنا أمام فرضية كبيرة للغاية بأننا قد نكون أمام راجمات مثل الراجمات الإيرانية لصواريخ فاتح على سبيل المثال، 6 صواريخ، عدد من الراجمات أطلقت هذه الصواريخ مرة واحدة لكي تحقق الأهداف التي تبحث عنها. وهذه قد تكون مسألة منطقية بالنسبة للجانب الإيراني وحتى الجانب الروسي، أن تأتي السفن لتنقل هذه الأسلحة إلى أستراخان التي تحدثنا عنها، وأن تبقى هذه الصواريخ في هذه المنطقة دون أن تتحرك، لأنها إن تحركت فإنها قد تتم عملية رصد من قبل الجواسيس المنتشرين في روسيا لإعطاء المزيد من المعلومات للجانب الأوكراني، للجانب البريطاني، أو حتى للجانب الأمريكي بشكل عام. كذلك تمركز الصواريخ الإيرانية في هذه المنطقة سيكون منطقيا أيضا من أجل إسناد القوات الروسية في هذه الجبهات، إن كنا نتحدث عن الدونباس، عن خيرسون، عن زاباروجيا، هي مناطق مهمة للغاية في مواجهة الجانب الأوكراني. وكذلك ستوفر هذه الصواريخ حماية أيضا لشبه جزيرة القرم، وهي صواريخ رخيصة الثمن وتوفر على الروس، وتبقي الروس قادرين، تبقي الترسانة الصاروخية الروسية عالية في حالة تصاعد الصراع مع حلف الناتو. من المنطقي جدا مع مثل هذه الصواريخ أن تبقى متمركزة في هذه المنطقة، ولكن حتى هذه اللحظة هذه كلها فرضيات، وليست هنالك أي تأكيدات من أي جانب، ولا حتى الأمر واضح من الشظايا لهذه الصواريخ. وقد تكون بسهولة أمام إمكانيات صاروخية روسية فعلا هي التي استخدمت في هذه العملية، أو من جهات أخرى من كوريا الشمالية، لكن فرضية الصواريخ البالستية الإيرانية حاضرة بسبب كل هذه الظروف التي تحدثنا عنها. ووصلنا إلى هذا الحد وإلى هذا الوضع بسبب أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد سمح مؤخرا كما نلاحظ في 3 أيام الماضية لأوكرانيا باستخدام صواريخ الأتاكمز على العمق الروسي، وهذا قد ظهر واضحا أن الأوكرانيين استخدموا هذه الصواريخ، مع العلم أن أوكرانيا كل ما تمتلكه من هذه الصواريخ هي 50 صاروخا فقط. الروس تصدوا إلى أغلب هذه الصواريخ، لكن 2 صاروخ من هذه الصواريخ تقريبا من 8 صواريخ التي استخدمت تم التصدي لها أو ضربت أهدافها، أما البقية تم التصدي لها. لكن أيضا المشكلة أن بريطانيا ودول أوروبية أخرى هي قد سمحت للجانب الأوكراني لاستخدام صواريخ الستورم شادو على العمق الروسي، وهذا هو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف ببوتين أن يصدر هذا القرار الذي نراه أمامنا، وسع استخدام القدرات النووية وجعل روسيا قادرة الآن على ضرب الدول الغير نووية المدعومة من الدول النووية. في حالة هذه الدولة الغير نووية قامت باستهداف العمق الروسي أو حتى العمق البيلاروسي، وبالتالي هو سمح لنفسه بهذه المسألة بكل تأكيد وبتصدير هذا القرار الذي نتحدث عنه. والستورم شادو في حقيقة الأمر استخدمتها أوكرانيا يوم أمس بهذا الشكل. تلاحظ بعض النقاط هنا كانت قد استهدفت بعدد من الصواريخ، تقريبا 10 صواريخ. الجانب الروسي لم يكن قادرا في صد أي من هذه الصواريخ، على الأقل من اللقطات المنتشرة هي صواريخ خطيرة وشكلت تحديا منذ البداية بالنسبة للجانب الروسي عندما امتلكت أوكرانيا هذه الصواريخ. ونلاحظ هنا أن النقاط التي استهدفت لم تكن نقاطا عادية، لاحظ هذا المبنى باللون الأبيض، المنطقة التي نتحدث عنها التي استهدفت تقريبا تأتي بهذا المربع، وهذه مساحة مفتوحة. دعونا نتجه بسرعة إلى القمر الصناعي الآن، وسنرى أنفسنا بأننا أمام كورسك التي يجري فيها الكثير من القتال، هنالك مقاتلين من كوريا الشمالية ومن روسيا تقاتل القوات الأوكرانية، والقوات الأوكرانية
الأوكرانية تحاول التصدي طبعا لهذه الهجمات. وهذه المنطقة هي منطقة مارينو من ضمن كورسك، والمنطقة التي كانت ظاهرة من خلال هذا المقطع المصور الذي كنا نراه هو هذه اللقطة. تلاحظ نفس هذا المبنى بالأبيض، وهذه هي المساحة، وبالتالي هذه المنطقة هي المنطقة التي كانت مستهدفة من قبل الجانب الأوكراني بكل تأكيد. وإذا ما حاولنا أن نقترب منها سنرى بأننا أمام مستودعات واضحة للأسلحة هي الموجودة في هذه المنطقة. لا بل إن الجانب الروسي أساسا كان قد انزعج وأبدى انزعاجه كما نلاحظ اليوم من قاعدة صاروخية أمريكية جديدة أصبحت موجودة في بولندا، وبالتالي هم بدأوا بالتهديد باستخدام الأسلحة النووية بالفعل بفضل القرار الآن الذي وسع القدرة على استخدام هذه الأسلحة. وطبعا اليوم كنا أمام صافرات إنذار بعد كل هذه الظروف التي تحدثنا عنها الآن ظهر هذا اليوم باتجاه كافة أوكرانيا، وأصبحت أوكرانيا تحت النار وتحت الضغط مع استخدامها لصواريخ الأتاكمز وكذلك الستورم شادو على العمق الروسي. وبالتالي نحن أمام لحظات صعبة للغاية، إن كانت هذه الصواريخ صواريخ إيرانية أو صواريخ روسية أو قدرات كورية شمالية، الأهم في كل هذه القصة أن الأمور تتصاعد وتتصاعد بشكل خطير.